مرات الأخوات والإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا الشكر الجزيل لإخوتي في جمعية وعد على دعوتهم الكريمة وإعطائي مرة أخرى هذا المنبر الثقافي التنويري لأطل منه، وأنتهز هذه المناسبة للتعبير عن سعادتي بوجود الأخ إبراهيم بيننا، وأنا متأكد أن الجميع يتفق معي أن حضوره يسعد الجميع دون شك. أنا سعيد بأنه سميت ندوة وليست محاضرة، فالمطلوب في الندوات أن يكون هناك نقاش أخذ وعطاء، وأن تكون هناك ردود فعل من الحاضرين المتواجدين في هذه الليلة. من الصدف العجيبة أن 28 سبتمبر اليوم هناك 4 مناسبات سابقة حدثت في 28 سبتمبر. 28 سبتمبر 1961 دمرت أول محاولة جادة وحقيقية للوحدة العربية، وحدة مصر وسوريا، وكانت مناسبة مؤلمة لنا جميعا. 28 سبتمبر 1970 توفي قائد تلك المحاولة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتوقفت مع موته الكثير من المحاولات التي كانت منتظرة بعد ذلك الانفصال. في 28 سبتمبر سنة 1982 استطاعت المقاومة في لبنان الشعبية أن تهزم المحاولة الصهيونية للبقاء في لبنان ولتقسيمه وتجزئته والتلاعب بمقدراته. وفي 28 سبتمبر 2000 كانت الانتفاضة الفلسطينية الثانية المباركة، التي لو بقيت لتغير المشهد الفلسطيني تغيرا جذريا، ولكن كالعادة تلاعب بها المتلاعبون وأضعفها المتلاعبون، وانتهت مع الأسف إلى الوضع الذي نراه اليوم. أقول هذه بهذه المناسبة، يعني لكأن هذا اليوم هو يوم ذكريات مؤلمة وفي نفس الوقت ذكريات شديدة الامتلاء بالأمل. هناك إخفاقات وهناك أيضا انتصارات وإثبات بأن هذا الشعب العربي بين الحين والآخر يفاجئ الآخرين ويفاجئ نفسه. الآن موضوع مجلس التعاون ككل المواضيع الأخرى، اسمحوا لي أن أقول بصراحة تامة، نلوكه ونلوكه ونناقشه ونتحدث فيه وإلى آخره، ولكن لا شيء يحدث. موضوع الوحدة العربية ليك حتى عجزنا، موضوع الاستقلال، موضوع التجديد، موضوع التنمية، والآن موضوع الذي أمامنا هذه الليلة. لكن أين المفر؟ المفر هو أنه بعد كل هذه النقاشات المفروض أن توجد خطوات عملية فاعلة من قبل شعوبنا ومجتمعاتنا، وسنتحدث عن ذلك بعد حين. الآن عندما نقول المتغيرات فنحن نتكلم بالفعل عن بيئة محلية وإقليمية ودولية متحركة إلى أبعد الحدود، تتغير أحياناً باليوم بل بالساعة، وغامضة فيها أنواع من الأسرار لا يستطيع أحد أن يتفهمها وغير عقلانية، ومعقدة لأن القوى المتداخلة فيها كثيرة جدا، من استخبارات إلى حكومات إلى قبائل
إلى مذاهب، إلى ديانات، إلى آخره، وحقيرة إلى أبعد الحدود، لأن لا يوجد فيها أي نوع من النقاط الأخلاقية أو المقاييس الأخلاقية والقيمية التي المفروض أن تحكم الحياة السياسية. دعنا نذكرها بسرعة. مجيء الدولة الإسلامية، من كان ينتظر منذ بضع سنوات أن تأتي قوة وتحتل ثلث العراق وتحتل ثلث سوريا؟ روسيا كلاعب رئيسي منذ سنوات، من كان يتنبأ بأنها ستكون لها هذا الدور، سيكون لها هذا الدور الرئيسي الذي تلعبه؟ منذ بضع سنوات، من كان يتصور أن الخليج العربي أكثر المناطق العربية غزلاً مع الكيان الصهيوني واتصالاً وإلى آخره، وأنتم تعلمون كل التفاصيل، الزيارات والتنسيق الأمني وإلى آخره من هذه الأمور، الاتفاق النووي الدولي، من كان يعتقد أنه ممكن أن يحدث؟ والسؤال كيف حدث وما هي الأسباب وما هو المطلوب بعد ذلك؟ وبالتالي هذا الاتفاق قوى الدور الأساسي الذي تلعبه إيران في هذه المنطقة. أوضاع تركيا، من كان يعتقد أنها ستبتعد هذا الابتعاد عن الولايات المتحدة وستدخل في مماحكة مع الولايات المتحدة وستكون لاعبا أساسيا في سوريا مثل ما تفعل الآن؟ مصر، من كان يعتقد بأنها من الممكن أن تتصل إلى أن تكون كسيحة كما هي اليوم في النظام القومي الإقليمي العربي؟ أمريكا كدولة عاجزة غير قادرة على أن تحل الكثير من الإشكالات التي تواجهها في سوريا، في العراق، في ليبيا، في اليمن، في مناطق، في باكستان، في أفغانستان، عدها كما تشاء. ثم من كان يعتقد أن وضع البترول وأسعاره سيكون بهذا الشكل المفجع، أن يتراجع من 120 دولار منذ بضع سنوات إلى أن يصل إلى أقل من 40 دولار في بعض الفترات حاليا؟ ثم من كان يعتقد أن بريطانيا ستخرج من مجلس الأوروبي؟ ومن كان يعتقد أن المجلس الأوروبي سيظل في حيرة الآن، ماذا يستطيع أن يفعل وكيف ستفعل؟ كل هذا المشهد يؤكد أنه متغير متحرك لا يمكن لأحد أن يتنبأ به ويتداخل، ومن المؤكد أن كل حادث من هذه الحوادث أثرت على الحوادث الأخرى، إما خلقتها أو عقدتها أو استغلتها واستفادت منها. إذن نحن في بيئة كما قلت متحركة، غامضة، معقدة، وفي نفس الوقت ليست لها قيم أخلاقية. دعنا الآن ننتقل، نترك هذه البيئة، سنرجع بعد ذلك إلى ماذا نفعل، ونبحث أولاً عن حالة المجلس. نحن نتكلم عن مسيرة مجلس التعاون في هذه البيئة ومستقبله. طب هو المستقبل كما تعلمون يرتبط دائماً بالماضي، الماضي له تأثيرات كثيرة على مسيرة المستقبل. الآن أنا هنا طبعاً لن أدخل في التاريخ، فسيدي الرئيس أعطى بضع جوانب أساسية في تاريخ المجلس، ولكن سأبرز بعض النقاط الأساسية التي تميزت بها مسيرة هذا المجلس وأين وصل هذا المجلس. أولاً، وضع اقتصادي كارثي بكل معنى الكلمة بعد سقوط بعد نزول البترول. هناك ضعف في الدخل. لنتذكر أنه منذ 3 سنوات أو 4 سنوات وصل دخل دول مجلس التعاون إلى 1.5 تريليون دولار، واليوم يتحدث المجلس في هذا العام عن عجز في الميزانية يصل إلى أكثر من 150
من 150 بليون دولار من فائض كبير جدا غير معقول إلى عجز لا بد من تفسيره ولا بد من الحديث عنه بعد حين. وإذن نتيجة لذلك عجز الميزانيات كما قلت، تضاؤل المدخرات بمعنى أن المدخرات السيادية التي وصلت إلى 2.5 تريليون دولار لدول مجلس التعاون ستتآكل، بدأت تتآكل الآن ولكنها ستتآكل أكثر فأكثر إن بقي الحال على ما هو عليه. طبعا نتيجة لهذا الوضع الاقتصادي الكارثي هناك ضعف في الاستثمارات الآتية من الخارج، خصوصا وأن هناك تراجع في تصنيف جميع الدول الدول مجلس التعاون، ثم تعثر كل الخطط التي وضعت. كل دولة في الخليج تكلمت عن خطة 2030، جميعا وضعت خطط متشابهة وجميعها حتى الآن خطط متعثرة وتحتاج إلى الكثير الكثير من العزيمة والإرادة السياسية من جهة ومن التخطيط العلمي من جهة أخرى. وكنتيجة لذلك هناك ازدياد في البطالة، بطالة المواطنين، وخصوصا أن السياسات الاقتصادية في هذه المنطقة ركزت على العمالة الرخيصة الأجنبية وحلتها محل العمالة الوطنية، بحيث أن هذه أيضا تكون إمكانية كارثة حقيقية في المستقبل وعدم استقرار اجتماعي أو مجتمعي. ومما يزيد من ألم الإنسان أن هذه البطالة موجودة وزيادة العمالة الأجنبية في جهة أخرى، بينما تتقلص شيئا فشيئا العمالة العربية في هذه المنطقة، وتزداد العمالات الآسيوية وغير الآسيوية في هذه المنطقة. ونحن تحدثنا في الماضي عن إمكانيات الهائلة لهذا الموضوع بالذات في إنهاء أولا هوية المنطقة وثانيا مستقبلها السياسي. وأنا في يوم من الأيام قلتها بصراحة، يوم من الأيام في يوم من الأيام في المستقبل ستأتينا سفن الأساطيل لهذه الدولة أو تلك، وتقف أمام هذه المدينة أو هذا المرفع الخليجي أو ذاك، وتفرض شروطها وتصر على أن المنتمين إليها من العمالة يجب أن يحصلوا على كل حقوق المواطنة والحقوق السياسية، لأنهم هم الذين بنوا حسب هذه الدول، هم الذين بنوا هذه المنطقة وليس أبنائهم. ثانيا، هناك بداية انهيار ونهاية الدولة الريعية من جهة، لأن أنت دولة ريعية عندما يكون لديك فائض من المال تستطيع أن توزعه حسب الولاءات وحسب العلاقات الآخرة المعروفة، وأيضا انهيار ونهاية دولة الرعاية الاجتماعية. ونحن لا نريد يعني أن ندخل في تفاصيل ذلك، أنتم تعلمون أن هناك الآن حركة كبيرة جدا في هذه المنطقة نحو خصخصة حقلي الصحة والتعليم بخطى متسارعة في كل دول مجلس التعاون، في كل دول مجلس التعاون دون استثناء. تنازل الدولة الآن جزئيا بسبب فكر النيوليبرالي والعولمة المتوحشة والرأسمالية العولمية المتوحشة، وجزئيا بسبب ضعف المداخيل، وجزئيا بسبب الاعتقاد بأن هذا يكون ثقل على هذه الدول وبالتالي يجب أن تتخلص منه، وسنحن نتحدث عن الآثار لهذا الموضوع. ثالثا، بداية التفكك التنظيمي في داخل مجلس التعاون. عمان مثلا، عمان الآن تغرد وتتصرف بطريق خاص بها تقريبا، وقطر في فترة من الفترات فعلت ذلك، وهناك دول الآن تتكلم عنها ليست ملتزمة
ما يقرره هذا المجلس. وأنا عندما أتكلم عن السياسة الخارجية سأبرز هذه النقاط. ثم هذا المجلس لم يستطع طيلة هذه السنين أن يدخل في قضية تنظيمه ليحسن تنظيمه. أنا عدة مرات كتبت وتكلمت إنه إذا كانت القمة هي من رؤساء الدول، أليس المفروض أنه بعد رؤساء الدول أن يكون هناك مجلس لرؤساء الوزارات، لأن هم الذين يحركون مجالس الوزارات، هم الذين يشرفون على الأجهزة التنفيذية. وهذا الشيء إلى الآن لا يراد الدخول فيه لسبب غامض وغريب جدا، ويترك إلى وزراء الخارجية. وزراء الخارجية ليست لديهم القدرة على أن يفرضوا شيئاً على الوزارات الأخرى بالنسبة لقرارات هذا المجلس. وأنا أيضاً مرات كثيرة قلت إنه لو كنا فعلاً صادقين في إنه هذا المجلس نأخذه بشكل جدي، كان المفروض أن يكون هناك وزير مختص لشؤون المجلس جالس في مركز المجلس في الرياض، يحضر جميع الاجتماعات، ينسق بين جميع الوزارات الوطنية، ويكتب التقارير، وثم بعد ذلك يرفع إن لم تكن هذه الوزارة لم تنفذ أو تلك الوزارة لم تنفذ. إنما هذا الشيء غير موجود، وبالتالي التفكك التنظيمي بسبب أنك لا تطور هذا الجهاز التنظيمي عبر كل هذه السنين. رابعاً طبعاً تراجع السياسة وصعود القبضة الأمنية في كل دول مجلس التعاون، وهذا جزئياً بسبب عدم الاستقرار الربيع العربي والآخرة، ولكن في الواقع معضلة الاستقرار في دول مجلس التعاون هي معضلة تاريخية، وأنا سأتي بعد ذلك عندما أتكلم عن العلاقات الخارجية في هذا الموضوع. الآن خامساً الطعفنة في دول مجلس التعاون، والطعفنة ليس موضوع صغير. الطعفنة ما ليست مشكلته مشكلة حكومات، وليست مشكلته مشكلة مماحكات على الواتساب والفيسبوك إلى آخره. مشكلته أنه يضعف المجتمع المدني إلى أبعد الحدود، ويجعله غير قادر على أن يكون فاعلا في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والآن أصبح هذا الموضوع يعني في الحقيقة هو موضوع الساعة، وهو من أهم نقاط الضعف في داخل دول مجلس التعاون. ولا توجد دولة في داخل مجلس التعاون ليس عندها مشكلة الطائفية، هذا طبعا بتفاوت الشدة والانتشار. سادسا تخبط السياسة الخارجية في هذا المجلس. هذا المجلس ليست لديه سياسة خارجية واحدة، إلا عندما بين الحين والآخر يجتمعون ويدعمون هذه الخطوة أو تلك. خلنا نأخذها. هناك أولاً إذن سياسات وليست سياسات. هناك سياسات تجاه العلاقة مع إيران، هناك سياسات تجاه العلاقة مع أمريكا وقربها، هناك سياسات تجاه الكيان الصهيوني، وهناك سياسات بالنسبة للانغماس في صراعات العرب الآخرين. هذا المجلس يحير بالكمية وبالشدة في دخوله في الصراعات العربية، ولا يستطيع الإنسان أن يفهم إلا أن يقول بأن القضية ليست قضية قرار سياسي في المجلس، وإنما قضية استعمال المجلس كأداة من قبل قوى قادرة ونافذة على أن تجعل هذا المجلس أداة للدخول في هذا الصراع. وإلا ما الذي يفسر كمية وشدة وتعقد دخولنا في صراع في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي اليمن وفي لبنان وفي السودان؟ يعني شيء لا يمكن تصوره، وكأننا نحن الولايات المتحدة الأمريكية التي يجب أن تدخل وتضع إصبعها في كل مكان. وطبعا هذا يعني يضعف المجلس ويدخله في كما ذكر أخي الرئيس، ذكر ذلك أنا في أحد الكتابات منذ بضعة أسابيع. ثم هناك اتهام لهذا المجلس أنه يضعف النظام الإقليمي القومي العربي.
الجامعة العربية الآن في فترة ضعف شديدة جدا، وتتهم دول المجلس أنها دائما تضغط من أجل إضعاف هذا الحزب. وأنا أعطي مثل وأقول بكل صراحة، دول المجلس كانت أحد أهم الأسباب التي أنهت أخرجت سوريا من الجامعة العربية. أنت تستطيع أن تقول، أن تسب النظام، أن تدخل في صراع مع النظام، افعل ما تشاء، إنما أن تخرج دولة مؤسسة للجامعة العربية ولا يزال فيها حكومة وإلى آخره، أنا في اعتقادي أن هذا سيجعل النظام الإقليمي القومي العربي في المستقبل لقد خطأ خطوة مثل هذه، وبالتالي أصبحت أمثولة، ومن في المستقبل ممكن أن يعيد ويكرر تلك الأمثولة بالنسبة لهذه الدولة أو تلك، أو بالنسبة لجهات أخرى سنتكلم عنها. ثم ذكرت أنا دخول لعبة إسرائيل الشيطانية هذه، هل يعقل أناس يذهبون ويزورون الكيان الصهيوني ويجلسون علنا ودولتهم تقول أنا ما لي دخل يا أخي بهذا الشيء، هذا معقول؟ أو شخصيات أساسية تحضر اجتماعات الصهاينة في باريس وفي واشنطن ويقال، يعني نحن نفهم إذا لا نريد أن ندخل في الصراع مع الصهيونية، لكن مش بس ما ندخل في الصراع ونقف شوية بعيدين عن هذا الصراع وهو هذا غير مقبول ومرفوض، ولكن أنا أستطيع أن أفهم هذا الوضع يعني الغير معه، ولكن أن ندخل نحن الآن دول مجلس التعاون إحدى الجهات العربية، طبعا مع آخرين أنا ما أقول لا مع آخرين، ولكن إحدى الجهات العربية، نحن ما الذي نحتاج من الكيان الصهيوني؟ ما الذي كتب؟ أنا أقول لكم ما الذي نحتاج. هناك جهات تعتقد بأن الدخول الإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية أو الحصول على مساعدتها أو الحصول على إسنادها يمر من تل أبيب وليس من واشنطن. بعدين بدء ضعف التحالفات السابقة، كانت هناك تحالفات، يعني أنا نعطي مثل التحالف السابق أو العلاقة السابقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، هناك إشكالية، هل الإشكالية هذه إلى أين تتطور لا نعرف، ولكنها بدأنا ندخل في أن التحالفات السابقة بدأت تتأثر بهذا الوضع. الآن الشيء الآخر، الموضوع الإيراني لا شك فيه أنه موضوع بالغ الأهمية وإلى آخره، لكن هناك فرق بين أن تعتقد أن هناك إشكالية بينك وبين إيران وبين أن تكون بين الاختلاف بينك وبين إيران وحتى الصراع بينك وبين إيران يعلو على الصراع بينك وبين الكيان الصهيوني، كما الآن يكتب بحرية تامة، كما الآن يقال بحرية تامة، كما يقال كما يشار إليه بين حين والآخر بصورة تامة من قبل المسؤولين، هذا شيء يعني لا يمكن أن يصدقه أحد ولكن يحدث. ثم إن هذا المجلس لا يقف أمام متطلبات العولمة التي ليست معقولة بالنسبة لقضايا التجارة وبالنسبة لقضايا الإصرار على إضعاف الدولة الوطنية إلى آخره، وإنما كل دولة لوحدها تواجه ذلك الموقف. إذن السياسات الخارجية كلها كما ترون متناثرة متضاعفة، وأي مجلس هذا اللي إذا وجدت فيه، يعني أنت إذا طلعت على على الاتحاد الأوروبي، صحيح أنه بين حين والآخر هناك مواقف، ولكن هناك شيء يحكم السياسات المشتركة فيما بينهم. الآن نأتي إلى النقطة السابعة عن الوضع الحالي للمجلس، وهو رجوع الاحتلال لهذه المنطقة. نحن في الخمسينات اعتقدنا والستينات والسبعينات اعتقدنا بأن الاحتلال سيتراجع، اليوم الاحتلال يعود، هناك وجود حقيقي لقوى خارجية، جيوشا ومستشارين ونفوذ وتدخلات وتصريحات يومية. لا توجد منطقة في الدنيا تصدر من الغرب ومن الشرق تصريحات عن أوضاعهم
مثل ما أنه إحنا موجود عندنا، مو بس إحنا وإنما طبعا الأرض العربية كلها. هذه التبعية التاريخية التي كانت موجودة تزداد ولا تقل. أحد أسبابه هو فشل الأمن الخارجي لمجلس لدول مجلس التعاون. لا درع الجزيرة قادر على أنه يستطيع أن يحمي هذه المنطقة. تضطر هذه الدول، هذه الدولة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية معاهدة واتفاق، وتلك مع فرنسا وتلك مع إنجلترا، وقس على ذلك. ثم إضاعة فرص التنمية، وهذه قضية بالغة الخطورة، أن هذا المجلس كانت أمامه فرص تاريخية أضاعها. خلنا نأخذ بعض الأشياء. خلنا نأخذ في حقل الطاقة. من يصدق أن هذه المنطقة، هذا المجلس كان المفروض أن تكون لديه أفضل المؤسسات التي تتعامل مع البترول تنقيباً وتسويقاً وتطويراً وتكنولوجياً، ولكنه بدلاً مما كان سابقاً يتوجه نحو أخذ هذه الثروة في يده، الآن يسلمها أكثر فأكثر. أول أمس أنا كنت أقول لبعض الإخوان، أستمع إلى أن تونس طلبت من شركة بريطانية أنها تنقب لها عن البترول وتحل مشاكل البترول عندها. لو نحن كان فينا خير، إن كان اليوم نحن لدينا أحسن الشركات البترولية في العالم التي لديها القدرة هذا الشيء، وكان المال متوفر لبناء هذه القدرة كشركات وكتنظيم وكعمالة وكنظام، ولكن لم يفعل ذلك. ثم بعد ذلك حتى في حقل الطاقة البديلة، الطاقة البديلة المفروض أن لدينا الآن بحوث في ذلك، حتى إذا ما انتهت فترة البترول لا نسقط نحن في القاع مرة أخرى، ولكننا لا نفعل ذلك ونعتقد لا، بالعكس نحن لا نريد طاقة بديلة ولا نريد أن نتكلم فيها. وطبعا في داخل الطاقة البديلة الطاقة النووية، نحن شطار بأن نشجب الطاقة النووية في إيران ونتهجم عليه وإلى آخره، وإيران هي قامت يا أخي من أجل مصالحها الوطنية، خلينا نكون صريحين تماما. طيب أنت ماذا فعلت من أجل أن تبني الطاقة النووية عندك حتى إذا ما انتهى البترول؟ كميات البترول اللي موجودة في العالم تقدر بحوالي 3300 بليون برميل، حتى الآن 1100 بليون أخرجت، الذي باقي بالنسبة إلى الاستعمال الحالي والاستعمالات الحالية واللي بعد منتظر في المستقبل القريب، الناس يتكلمون عن 54 سنة إلى 60 سنة إلى 70 سنة لبقية البترول. ما هي 70 سنة في حياة الأمم وفي حياة الشعوب وانت إلى الآن لم تبني لك طاقة بديلة تستطيع أنه عندما ينتهي البترول تأخذ محلك؟ ثم في حقل الصناعة، لدينا صناعات خدمية صغيرة، زبدة ولبن وخبزة وما بعرف هذا الخرابيط وشوية كلينكس وشوية إلى آخر. نحن بعد كل هذه الثروات الهائلة ما كنا نستطيع أن نبني. كوريا الجنوبية بسكانها وبإمكانياتها أقل 100 مرة، قصدي سكانها موازي مثل سكانها، ولكن إمكانياتها المالية لا توازي شيئا. تكلمنا نحن عن التريليون ونصف تريليون دولار، عن التريليونين ونصف هذا في الصناديق السيادية. طيب هذه كلها لماذا تبقى هكذا ونحن نتعثر في الصناعة؟ مراكز التمييز، يعني احنا ما كنا نقدر تكون عندنا افضل
أفضل مركز في قضية الطب عندنا، تأتي بناس من الخارج، تأتيهم بالخارج، عندك المال تدفع تدرب جماعتك وتبني مركز ومراكز صحية ممتازة. مو بأن اليوم أهل الخليج يذهبون إلى العالم كله ويبتعدون عن المراكز الصحية المحلية، هذا معقول؟ ونفس الشيء بالتعليم، بدل ما أن يكون عندنا جامعة مماثلة لهارفرد، ما في مبرر لا يكون موجود عندنا مدرسة أو كولومبيا أو أكسفورد أو غيره، نبتبنيها. الأساتذة في العالم موجودين، والبحاثة موجودين، وأبنائك عندهم القدرة على أن يتميزوا إذا بعثتم. لكننا نحن جالسين بالعكس، الآن نتراجع في الصحة ونتراجع في هذه المنطقة في التعليم، وبالتالي وخصوصا التعليم العالي. وقس على ذلك في البحوث وفي حقل المعرفة، الهند وغيرها والصين الآخر يتقدمون في قضايا التواصل الاجتماعي وفي قضية المعرفة وإنتاج المعرفة، ونحن جالسين يا أخي داخلين في قضية نبي نحل مشكلة سوريا، نبي نحل مشكلة ليبيا، نبي نحل مشكلة اليمن، ونبي نحل هذه المشاكل. يعني الشيء الموجع في القلب أنه كان من بالإمكان كل فرص التنمية الأساسية أن تحدث، لكنها لم تحدث. من الفرص التي ضاعت هو أن مجلس التعاون كان يستطيع أن يكون مجلسا كبيرا. العراق قبل أن يتساقط ويضعف إلى هذا الحد كان من الممكن إدخاله في مجلس، وكان من الممكن تجنب الحرب العراقية الإيرانية لو كان العراق جزءا من مجلس التعاون. طبعا مجلس التعاون جاء بعد الحرب، أنا عارف هذا الشيء، ولكن جزءا من المنظومة، لأن التعاون بين دول مجلس التعاون في السبعينات بدأ وليس في الثمانينات. والشيء ينطبق على اليمن، لو اليمن أدخلت بأي شكل من الأشكال في مجلس التعاون كان حدث الذي يحدث الآن، ظللنا. ثم إنه قضية مجلس كبير قيمة الأساسية أنه يصبح كتلة ندية، وأنا أقول لا أقول متصارعة، ندية متوازنة مع القوة الإيرانية. عند ذلك يكون لديك عدد من السكان مساوي تقريبا، قدرة اقتصادية مساوية تقريبا، بل بتكون أكثر بكثير، وعندك قدرة تنموية وصناعية وزراعية إلى آخره، قادرة على أن توازن. بدل ما أنه طول الوقت نتباكى على هذه القوة الكبيرة والضعف الشديد اللي عندنا. إذن باختصار، بدلت هذه الثروة، والمجلس لعب دورا في ذلك فيما لا يجدي، والآن نتكلم عن قتامة المستقبل ولا نعرف إلى أين سنذهب في المستقبل. طيب الآن دعنا نتكلم عن المستقبل. إذن وأنا ما بأخذ مدة طويلة، لأن أنا أريد أنه أنتم تدخلون مستقبل المجلس. أول شيء دعنا نطلع على تجربة ماليزيا بس نتعلم منها. 9 سلاطين أو 5 سلاطين وأربعة رؤساء دويلات صغيرة استطاعوا أن يحلوا الإشكالية وأن يكونوا قدرة اقتصادية وقدرة سياسية ووجود حقيقي في هذا العالم. لماذا لا نتعلم من هذه التجربة؟ لا أعلم. بناء مجلس بتركيبة مختلفة ومكونات مختلفة. أولاً أنا أعتقد أنه ضروري في هذا المجلس أن يمثل المجتمع العربي، المجتمع الخليجي، مو عن طريق أنه تعيين كل دولة تعيين 4 أو 5 في لجنة استشارية. أنا أتكلم لماذا لا يكون عندنا مجلس مماثل للبرلمان الأوروبي، بحيث أنه موجود ويتكلم ويناقش ويقترح وأيضاً يعترف على هذه النقطة أو تلك. يعني لا يمكن التصور، أنت تريد تتكلم عن مجلس مستقبلي وتريد أن يكون مجلس هذه، والمجتمع ليس له كلمة واحدة في هذا المجلس. وأنا تكلمت منذ لحظات عن رؤساء الوزارات، وضروري جدا أن يلعبوا دور، مو بأنه يجلسوا في جهة واحدة،
وتكلمت عن وزير مختص بالمجلس، ثم الأمانة العامة. الأمانة العامة إلى الآن هي سكرتارية، تعقد الاجتماعات وتسوي الأوراق وتقدم لها التقارير وتكتب، بينما هي المفروض أن تكون مبادرة وفاعلة بإدخال عناصر متعلمة وأخصائيين فيها يكتبون ويقترحون، ما بين اللي يقترحون بس الدول. هذا كان المفروض، مثل ما تفعل تماما بروكسل بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. ثم هلكنا على قضية الخلافات اللي في داخل هذا المجلس، وقلنا أن ضروري أن تكون هناك محكمة تدخل في الخلافات بين الدول، تدخل في الخلافات بين الشركات، تدخل في حتى تدخل في قضية حقوق الأفراد لأن يرفعوا قضايا على دولهم في تلك المحكمة، مثل ما موجود محكمة في أوروبا. يستطيع المواطن الأوروبي أن يذهب إلى المحكمة المشتركة الأوروبية ويقول كذا 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 كذا، وتفرض تلك المحكمة أشياء معينة. نحن لا نصل لذلك، وإنما أنا أريد أن أعطي بس أمثلة على أنه حتى محكمة تحل المشاكل بين دولنا ما موجودة. بعدين يا أخي، ما أريد أدخل في تفاصيل الوحدة الاقتصادية، 25 سنة ونحن غير قادرين على أن نوحد التعرفة الجمركية، لأن كانت ذاك الوقت عندنا كانت عندهم إشكالية دبي. هل هذا معقولة؟ تكلمنا عن العملة الموحدة وإلى الآن ما موجودة. تكلمنا عن المشاريع الواحدة وهي قليلة جدا، وبالعكس كل دولة جالسة تقوم بمشاريعها، ومشاريع مضادة للمشاريع في الدول الأخرى ومنافسة لها. تفاصيلها كثيرة جدا وصعب في هذا الوقت. ثم مرة أخرى نأتي، لماذا لا يوجد نظام دفاعي عسكري عن هذه المنطقة؟ يا أخي عندك البال كله، وإذا ما عندك الرجال يا أخي بدل ما تجيب مرتزقة جيب يا أخي عندك قوة عربية قادرة على أن تدخلها في هذه المنظومة، خصوصا وأنه إذا ربط هذا الشيء بنظام دفاعي قوي على المستوى الأرض العربية. بالنهاية لا أمريكا ولا غيرها هي اللي راح تحل مشاكلنا العسكرية، الذي يفعل المشاكل العسكرية هو البعد القومي البعد العربي. مرة أخرى نأتي إلى الصناعة، بدأنا منذ سنين نتكلم عن صناعة حربية ولا انتهت وماتت. يعني هذا بقول، يعني كأننا بدل ما أنه نتقدم في أي نقطة نتراجع في هذه النقاط. ثم أعود مرة أخرى وأقول، بعد أن تحل مشاكل العراق واليمن من الضروري جدا الحديث عن توسعة هذا المجلس وإيجاد ندية في هذه المنطقة. ثم نحتاج إلى تفكير اقتصادي مختلف تماماً عن السابق. لماذا؟ لأن عمر البترول ليس طويل، وبعد ذلك نحن فعلاً من الممكن أن نعود إلى وضع اقتصادي بالغ الخطورة إذا لم نفعل شيئاً لتنمية حقيقية اقتصادية وبشرية وعلمية وثقافية إلى آخره. طيب هل هذا ممكن؟ بس لوحده؟ لا، لأن أنت تلك الخطوات لن تكون مفيدة ولن تكون ممكنة حتى إلا إذا رافقها إصلاح سياسي ديمقراطي في كل دولة من هذه الدول، وتجديدات حقيقية في الثقافة وفي التعليم وفي الصحة. لأنك أنت لا تستطيع أن تخلق مجلس قادر وفاعل ومستنير وعلمي إذا كان وحداته التي يتكون منها هي غير قادرة وغير علمية وغير مستنيرة. بعدين مرة أخرى هناك تراجع لارتباطنا العربي. نحن لا نحلم عندما نقول لهذا المجلس إنه أنت من الضروري أن تقوي النظام العربي القومي، لأن بالنهاية الساحة التي ستحميك في المستقبل هي هذه الساحة، مش واشنطن ولا إنجلترا ولا فرنسا ولا غيره، ولا حتى الكيان الصهيوني اللي تعتقد أن يوم من الأيام سيحميك من هذه يحلك لهذه المنطقة ولا غيره، إنما الارتباط
تفكير قومي عربي بحيث إذا كانت الجامعة العربية ضعفت نحن يجب أن نكون أول من يطالب بتقويتها وبتحسين أوضاعها وبجعلها مؤسسة فاعلة، مو بأنه بالعكس تماما الذي حدث خصوصا في الأربع خمس سنوات الماضية. ثم إذا كنا نريد أن نبني اقتصاد حقيقي يجب أن ندمجه في الاقتصاد العربي. ستقول لي الاقتصاد العالمي، نعم العالمي، لكن بالنهاية الاقتصاد الحقيقي هو عندما تبني أنت اقتصادا خليجيا مرتبطا أشد الارتباط بالاقتصاد العربي. وأنا ما أريد أن أذكركم سنة 2008 عندما ضاعت البلايين من أموال هذه المنطقة، أنا عدة مرات قلتها، لو كانت تلك البلايين استثمرت في بلدان مثل المغرب العربي بكل أشكاله والمشرق العربي وإلى آخره، أنا بعتقد كان جزء صغير من ذلك كان ممكن يضيع، بينما الجزء الأكبر يبقى في هذه الأرض ولا يضيع. لكننا نحن كالعادة رحنا واستثمرناه في باريس واستثمرناه في إنجلترا واستثمرناه في البوندز الأمريكي واستثمرناه كذا، وكانت النتيجة أن عندما تساقطت بعض المؤسسات والشركات الكبرى في العالم تساقطت أيضا الأموال المستثمرة الخليجية. الآن النقطة الأساسية الأخيرة، إذا المجتمعات المدنية العربية الخليجية لا تفعل هي شيئا وتجلس بس تتفرج وتتكلم مثلي الليلة تنتقد وتحلل، إذا ما تفعل هي شيئا بالنسبة لهذا الموضوع، أنا ما أتكلم الآن الإصلاحات الداخلية هذا مواضيع أخرى ثانية، أنا أتكلم الآن عن مجلس التعاون، وتقتنع أن الجهد إذا وضعته في مجلس التعاون هو الواقع تضعه في داخل الدولة التي تنتمي إليها، بحيث أنه بناء جبهة شعبية حقيقية لها هدف أساسي هو العمل من أجل الدفاع عن كل خطوة توحيدية في هذا في هذه المنطقة والدفع نحو مزيد من الخطوات التوحيدية في هذه المنطقة. لا تقولوا لي إن إحنا سنعتمد على الحكومات، ولا تقولوا لي إنه هذا ما عم بيصير إلى آخره. اللي أعرفه إنه إحنا ما فعلنا ذلك أبداً، وبدون هذه الخطوة صدقوني أن الأنظمة السياسية الخليجية بنقاط الضعف الكثيرة التي فيها أنا لا أعتقد أنها تستطيع أن تخرج هذا المجلس من محنته الحالية إلى آفاق أفضل بكثير. ممكن تحسينات هنا ولا هناك ولكن حتما. شكرا للإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله.